إنجيل النهاردة جزء من إنجيل معلمنا ماري لوقا الإصحاح 13، وزي ما انتوا شايفين جزء صغير بس فكرته كانت بتتكلم على إن اليهود كانوا عايزين يعني إيه زي نظام برضو كالعادة بتاعتهم إن هو يقعوا السيد المسيح، فكانوا بيسألوه سؤال بخصوص ناس بتموت على إيدين بيلاطس. زي ما انتوا عارفين إن كان في مشاكل ما بين بيلاطس وما بين اليهود، هما كان يعني أحيانا بيقتل منهم ناس زي فكرة الجليليين اللي ماتوا وهم بيتكلموا عنه. الفكرة ان هو طبعا لو كان السيد المسيح يعني ذم او قال يعني كلام مش كويس في بيلاطس هيبقى في مشكلة ان هو بيعادي الحكم، وفي نفس الوقت لو كان قال ان ده طبيعي كان يبقى ضد مين؟ الشعب. ولكن كعادة السيد المسيح ان هو بيأكد على منطق السماء مش الارض، فالنهارده قال لهم، رد عليهم قال لهم ايه؟ كلا أقول لكم، سيبوكم من الكلام دوت، بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. وترتب الكنيسة إن إحنا في سبت الرفاع، كل سنة وأنتم طيبين، بعد يومين هنبتدي الصوم الكبير، فبتقول لنا خدوا بالكم في نقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها وهي التوبة. الصوم ده معمول عشان كل واحد فينا يرفع قلبه على مدار أسابيع الصوم وأسبوع ورا أسبوع، نوصل ونكون قدمنا توبة حقيقية على نهاية الصوم. ويقولوا كده إن التوبة بيبقى لها ملامح، زي ما لها معطلات فهي لها ملامح. نتأمل كده بسرعة في 5 ملامح للتوبة. أول حاجة في التوبة بتاعت الإنسان إنها لازم تكون توبة سريعة، توبة سريعة بلا تأجيل. ليه؟ لأن العمر بيمر بسرعة، فيقولوا كده في رومية إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. ويرد كمان في عبرانيين اليوم، اليوم يعني أي يوم، إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. خدوا بالكم إن الإنسان اللي بيأجل وما بيبقاش عنده توبة سريعة بتبقى فيه مشكلة كبيرة. ايه خطورة التأجيل؟ أول حاجة مفيش حد ضامن عمره، ربنا يدينا طول العمر بس مفيش حد ضامن عمره، يبقى تأجل ازاي؟ النقطة التانية في خطورة التأجيل يقولوا كده إن التوبة بيبقى عاملة زي لها حبال، الحبال دي بتبقى حبال حريرية في بداية التوبة، يعني لو وقعت في خطية وقمت منها بسرعة في الأول بتبقى الأوامان والتوبة تبقى إيه؟ سهلة. لكن لو أجلت وفضلت مستمر في التوبة يقولوا الحبال دي بتتحول لحبال حديد، تبقى صعب ان انت بسهولة تخرج منها. هتخرج طبعا في جهاد، بس قصدي الاسهل ان انت تبقى بتقدم توبة مستمرة وسريعة في الاول. فالخلاصة في حتة السرعة ده، هي كان في احد الاباء شبه الموضوع بيقول لك الانسان لما بيجي يتوب بيبقى عامل ان هو بينطلق ضد الجاذبية، اي صاروخ عايز ينطلق ضد الجاذبيه بيبقى محتاج ايه؟ سرعه وقوه كبيره، والسرعه دي اهم حاجه. كذلك التوب محتاج ان انت تنطلق من جاذبيه الارض، من جاذبيه الخطيه، من شهوه الخطيه اللي بتشدك، فانت محتاج يبقى عندك ايه؟ سرعه. تاني حاجه مش بس سرعه، لا كمان تكون حاسمه، يعني ما فيهاش تردد، لان الكتاب اللي يقول كده على الانسان التائب المتردد، يعني تائب بس بيتردد شويه لا يظن أنه ينال شيئا من عند الرب. ويكمل برضه في مرسلات معلمنا يعقوب، رجل ذو رأيين هو متقلق في جميع طرقه. يعني الإنسان اللي بيتردد في توبته هتلاقيه دايما متقلقل مش سريع، يبقى أنت محتاج سرعة ومحتاج حسم في التوبة. كمان التوبة من ضمن سماتها أو من ضمن صفاتها أنها لازم أن تكون شاملة، كل جوانب الحياة، كل أمور حياتك، كل جوانب نفسك، سواء فكر أو حواس أو قلب أو إرادة أو أعمال، كل حاجة في خطواتك محتاج إن أنت تبقى فيها تقدم فيها توبة. يقولوا كده الآباء أخطر حاجة إن الإنسان يقول لك أنا تبت عن كل شيء بس عندي خطيئة صغيرة كده محبوبة لقلبي مش قادر أبطلها. طب ما أنا بطلت الباقي. يقول لك الخطية الصغيرة ده هي تبوظ كل حاجة. فالذي لا يعطي الرب كل شيء، خدوا بالكم من الكل ده،
الذي لا يعطي الرب كل شيء كأنه لم يعطي له أي شيء، يا كل شيء يا إما كله زي اللي، يبقى إيه؟ سريعة، حاسمة، شاملة، مستمرة. وده الفكر الأرثوذكسي في التوبة، إن إحنا نفضل طول حياتنا في حياة الجهاد. وزي ما قلنا قبل كده إن مفيش حد كده إنسان يجي مثلا بعد كام سنة يقول إيه الحمد لله كده أنا عملت اللي عليا وأكملت جهادي، هريح بقى شوية إيه اللي فاضلي اللي في العمر. حد ده يقدر يفكر في المنطق دوت في حياة التوبة بالنسبة للأرثوذكسية؟ يقول لك كده السيد المسيح لما جه يغسل أرجل تلاميذه عمل إيه؟ ابتدى يغسل الارجل، فبطرس قال له ايه؟ لا ما تغسلنيش. فقال له مالكش مكان. فقال له طب اغسلني كلي. قال لي قال له اللي بيغسل رجليه يعني اللي اغتسل مره ليس له حاجه، لكن الحاجه بعد كده لفكره التوبه، وهي دي كانت الرمز ما بين فكره المعموديه، ان المعموديه بتبقى مره واحده، لكن يعني تكرار غسيل الارجل في فكره تكرار التوبه، ان التوبه ممكن تبقى طول العمر نفضل مستمرين فيها ونفضل مستمر في جهادنا فيها. ليه؟ لأن أقرب حاجة للأرض ممكن تتسخ بسهولة هي إيه؟ رجل. فعايز يقول لك إن أنت طول ما أنت في الدنيا لازم أن هيبقى فيه بعض الاتساخات، عدم النظافة، محتاجين إن إحنا باستمرار ننظف نفسنا من خلال فكرة الإيه؟ التوبة. يبقى تاني بسرعة، توبة سريعة، توبة حاسمة، توبة شاملة، توبة مستمرة. وآخر حاجة يتكلموا فيها في التوبة، ودي أهم نقطة، إن لازم أن تبقى توبة مثمرة. يقولوا كده في متى اصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، يعني التوبة لازم أن نقدم لها ثمر عشان تبقى لايقة، تبقى شكلها جميل. ليه؟ لأن المسيحية أو التوبة في الفكر المسيحي لا تؤمن بفكرة إن أنا أتخلص من شيء سلبي وخلاص، يعني أنا اتخلصت من خطية حلو قوي. لا، فين الحاجة الإيجابية اللي أنت حطيتها مكان الحاجة اللي أنت طلعتها؟ دايما كده أقول لأباء، أنا مش متذكر الكل باللفظ، بس يعني ما معنى المكان الفاضي مخزن للشيطان. فضيت توبة، أي سوري، عملت توبة فضيت مكان للخطية، حاجة كويسة بس سبتها فاضي، الشيطان عايز يسيبها لك فاضية؟ ما هو يا تملاها أنت بحاجة إيجابية يا الشيطان يجي يملاها لك تاني بحاجة سلبية. يبقى نصنع أعمال مقدسة وأثمار لائقة للتوبة اللي احنا بنقدمها. لما تيجي تبصوا كده على قصص الكتاب المقدس والناس اللي تابت في الكتاب المقدس تلاقيهم عملوا حاجة بعد توبتهم. من أشهر الأمثلة مثلا زكا، لما قدم توبة بعديها على طول قال للسيد المسيح، قال له اعمل ايه؟ هعوض كل الناس وهعطي بسخاء، وأي حد ظلمته هرد له أضعاف وعوضه على الظلم اللي أنا ظلمته له. السامرية كانت عايشة بعيد عن ربنا وفي الخطية، لكن بمجرد ما تابت وقدمت توبة تنتقل إنها مش بس كده يعني خلاص قدمت توبة وتقعد في البيت، لأ، دي قدمت خدمة جارية وابتدت تجرس هي كمان باسم السيد المسيح. أحبائي، مع بداية الصوم يعني كل سنة وأنتم طيبين، كمان يومين لازم كل واحد فينا يراجع أب اعترافه بسرعة ويحط خطة للتوبة، لأن التوبة دي بتاخد وقت، بحيث ان احنا كل مع كل اب اعتراف كده يبتدي يكون قاعد قاعده وشاف ايه اللي محتاج يشتغل عليه الفتره الجايه، ويفتكر دايما ان التوبه لازم أن تبقى سريعه، حاسمه، شامله، بلا تردد، مستمره، ولازم في النهايه يبقى لها ثمر، وده اهم حاجه. ولربنا المجد الدائم ابديا امين.